سكري على باللون يركب سكر على ذا يركب. لا لا ذا حبيبي ما لا اصلا كبره غلط ذا لا ما بنتقد بس تشري شب تركب عليه سكري انا اقول له سكري مو بجاي عليه وردي حطه لهم وردي هذا اللي يركب هذا اللي يركب ما باقي يبصون عليك هذا اللي يركب ذا نفس وده حطه هنا انتبه النور يطقم لك شاي والله ترتيب انتبه لا تركب مع بني والله زينه نفس لون ثوب النوم حقه معك منهم احنا نضبط لي بالجنس معه ضبط ضبط اشوف اشوف عطنا عطنا لفه عطنا لفه لا لا ناجح 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 يا ماما لا لا حلو نوري حبيبي اخوي حماد اخوي النوري بوصيكم وصيه بس عشان سمعتنا وتعرف يعني مكانتنا بين الناس انتبهوا تاخذون شيء ما تدفعون حسابه اي شيء تاخذه تحطه في كيستك ادفع حسابه عشان الله يطرح البركه ويصير حلال انتبه تاخذ شيء ما دفعت حسابه نفسي خد شيء ابنة عربيه لا ما اوصيك لا بس انا اوصيك بس اوصي حطي شيء طاطي حطي شيء طاطي ما تطلع لي طاطي طاطي جرس ما نطلع لا انا بس اوصيكم اخاف ان يعني ابليس الله يلعنه اعوذ بالله من ابليس انتبهوا عاد انا لان تعرفوا انا سمعتي كبيره بين الناس اخاف لا احنا اللي سمعتنا صغير لا شوفها شوف ما شاء الله حلوة 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 المهم اللي وصيته قبل شوي انتبه لان انا الحين كلمت السكرتي السكرتي كلمته قلت له لو طلع حماد ولا النوري عشان بس عشان بس سمعتنا قلت له حماد النوري ايه قلت له يشيك الكيسة احتياط بعد خفت انك تنسى شيء ما دفعت حسابه ما بيشتري الشيء ولا بقبض الشيء عرفت هذا البيت وانا ماشي صادق راح تشتري انا بحاسب على روحي وكيفك والله قال لك زعل النوري زعل من كلامك لا ما قلت انا وصي النوري توصي نسيت نسيت انت كل يوم يوم نروح ما ادري اي سوق يوم انك تسرق نظاره وطلعت بها ما حسبتي قلت لك اي هذا ذي سرقه ذي لا ناسي نظر على العيون ناسي ناسيها اي بس نظاره ما داخل محل ماخذ نظاره ولابسه وناسيها ناسي وهي على وجهك ناسي ناسي بس اذا لبس ما بناسي اشوفه يلا المعامله معاك انتهت مية مية الأخ زجران الأخ زجران لا مو بلايق عليك على هالفخامة دي زجران المفروض اسمك فؤاد فؤاد اسمك حلو العيد أخي النوري متأكد مو بلايق عليك النوري أعلمك شو لايق عليك عطنا لفة النوري ما فيه نوران 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 طاقم ذا ممتاز ممتاز والله صدق دام ان انا مدحت معناه مو بطيب زنوانه يفشل يفشل شو شيء يعني زين دام انه قال يفشل زين لا انزين والنظاره ترى نسائيه رجاليه ايش نسائيه والله نسائيه رجالي ولا نسائي طيب والله شككنا بس بالموضوع بس ان شاء الله ان شفتك لابس هاللبس انت وياه ولا عاد تقربون يمي نهائيا ما بضحك